ما تقولي ليش انا دي هذا توا بنفس الثمن؟ تا هو اختي 4000 ريال 4000 ريال وي اختي ما شاء الله عشيقة الذوق الرفيع. انا يا بنتي لا 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 ما كايناش 500 درهم لا لا الناديه ما كايناش 500 درهم شحال 600 لا والله حبيبي ديالي ما كاينه 600 لا بالعكس لا لا صحابه الاس والام يوم تبرع مع ناديه تخيلوا معايا هاد لابياس هادي ديال 400 درهم اولا 500 درهم كتجي غاده شوفي الموسيقى هادشي كتحمق وكتهبل وسبيسيالمون الحبوبه جميله دائما في المستعمله البنات تكشيطه ديال 1200 درهم اليوم بثمن ولا في الخيال ولا في الاحلام. حبوباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناه جميله اونلاين مرحبا بكم كاملين معنا في حلقه جديده يا البنات ومعنا اليوم لا فيديت ديالنا ناديه ناديه الغزاله مرحبا بك ناديه المنظر العام ومن لا يعرفها اكيد بالصيدات اللي كدير تبارك الله الشياكه والاناقه والاثمنه اللي ما نقول لكمش الحصريه دائما في المستعمل يا البنات كنعاودو كنسهل الكلمه هذه باش ما نقولهاش في المستعمل يعني هادو تكشطه توقفتنا تكيس تو كيهبلوا عندنا اليوم الكريب عندنا الكريب عندنا الحرير عندنا المبرة الحرير يا اختي يا اختي والكريب والكريب اكيد وكتكون مثلا المهم اليوم كاينه مفاجات في الحلقه والجميل او الاجمل دائما هو ان ابتداء من 200 درهم والله العظيم البنات هذا اللي لابسه انا ب 200 درهم نتحطوا عليه لا خاطر الجاليه المغربيه اللي دائما تتحمق على لي موديل بحال هكا تيبغيو شي حاجه زويونه البنيتات الصغار دائما تنقول المغرب كله من طنجه حتى للقويره تحيه الناس ديال الجنوب نحيه الناس ديال الشمال امازيغن فين ما كانوا وتحيه كبيره للناديه اللي كتبرعنا ربي يخليك يا جميله دونك اليوم الهوته مع جميله الهوته وفين كاينه الهوته كاينه في التكاش لان جايين هوتات اخرين غيكونوا ان شاء الله مفاجاه الجمهور جميله اونلاين مفاجاه حتى الكنديه قريبا كامينغ سون هكا غادي ندير لكم دونك نبداو الحلقه على بركه الله فاللي بغات شي حاجه كنا كنقولوا 24 ساعه ولينا كنقولوا ساعه اليوم غادي نقولوا شحال نص ساعه بقاو دوك راه غادي كنعرفوا حتى ما يبقى والو السيده تبيش بعدا دابا قلت لها شوفي 5 دقائق تفوتي مشات الهوزه دونك الله يخطيكم والله يحفظكم وكاينين الناس الصراحه اللي متبعين ناديه وتتمشي تبارك الله لي بياس ما شاء الله وكاع البنات بزاف يعني كاين دي زارتيكل اللي تيطيروا فملي كيجيو ما كيلقى والو ماشي تنكذبوا عليكم وانما تبارك الله يا ربي اسمحوا لي لان كيقول لك لا ما يمكنش كلشي ممكن والله الا ممكن كلشي تباع يعني كيجيو الناس في نفس النهار ولا مثلا داك المره عطات لي واحد السيده تحيه كبيره ليها قالت لي قلتي ساعه وانا جيت قبل ساعه ولقيت كلشي مشى فهذا ان دل على شيء كيدل على ان تبارك الله الناديه عندها الجوده وعندها الاثمنه اللي ما يمكنش القهوة وشوفوا نقول لكم واحد الحاجه بزاف دائما تنبغي نقولوا تنسى راه ناديه كتجيب ستايلات اللي غادي تلبسيهم انت بوجهك حمار كما تنقول مثلا انت ولا انا ولا ناديه ولا 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 عندنا واحد الذوق شويه صعيب يعني ماشي اي حاجه كتقنعني نقدر نلبسها تجيب لي مثلا دوك لي موديل القدام وداك الشيء انا ما غاديش نلبسها واخا تقولي غير 50 درهم واخا تقولي غير 100 ريال راه كنلقاهم في الارض ما غاديش نلبسهم اينيك وبياس البياس من بعد هادو بحال تسوتي وخيطها بيدك يعني ما تلقاهاش معلقه ولا محطوطه ولا هذا فهذا هو الفرق بين بياس وبياس دونك هنا يا البنات كثرت عليكم في الدوي في يد الدوي اش غندير هذا قفطان كيلبس البنات الميديوم الاس البنات الجيب ديالو كتجي جي برانسيس لاكولور ديالو داك الفيغ رويال اللي كيحمق والاجمل فيه ان فيه لي مونش ديال لا دونتيل هذا كله لاصو ياك حرير لاصو هاد كله لاصو كتغوت غير بوحده والظهر ديالو انا غنوريكم حتى هو في واحد لابارتي لا من دون كامل في واحد في هكذا لا دونتيل يعني مغربيه ملي ديرو من الظهير شوفوا هنايا نسق كله بالعقيق العقيق شنو نقول لكم تيحمق العقيق العقيق ملي كنقول لكم العقيق العقيق فري عقيق فري بنات ما يخسر ما حتى حاجه يعني دائما في المستعمل هذا البنات الثمن ديالو اليوم 4000 ريال بلا حزن ولكن راه كيغوت غير بوحدو يعني الهوته عند ناديه قصريه المنظر العام شارع المنظر العام مدينه الدار البيضاء الكبرى عين الشوق يا البنات مرحبا بهم غادي نبقاو دائما في 200 درهم البنات وغادي ندوزو مع هذا الموديل هذا دونك دائما في الخفيطنات الغزالين سامبل هذا كيلبس البنات الاس والام فقط لبس سمول وميديوم هانتوما حتى هو تيجي غزال دائما لا جيب كنعاود نقول لكم البنات لا جيب راه جيب برانسيس يعني فريمون الكلوش شوفوا كيفاش كيجي كله نستوق عامر لي مونش كيجيو غير نسكم هكا ماشي نسكم حتى لهنا هكا حتى المرفق كما كتشوفوا فوالا تخواكا ودائما غادي بالبرشيمه حتى لتحت حتى البنات هانتوما دايره على لو كول كامل دونك غير 200 درهم لا كولور كما كتشوفوا لا كولور ما فوتو تيمشي دائما بلا حساب
غادي ما تقولي ليش انا دي هذا تا هو بنفس الثمن تا هو اختي 4000 ريال 4000 ريال اختي ما شاء الله ما شاء الله وهذا راه تبارك الله تبسم ما شاء كبيرة. الله ولا وكبير عليا وغنتم كتشوفوا القطعه فين كاينه ها نتوما البنات ولا جيب ديما لا جيب برينسيس ونزيدكم يا البنات لي مونش كيجيو ديالو من لا دونتيل وهنايا كله غادي باش نتا نقولوا لي هذا العشوائي يعطيك الرضا ها نتوما البنات شوفوا عسي غزال خفيف ولكن انيق ولا كولور بلوروا مع دوغي ما نعاودلكمش وهابطه بسلته كامل حتى لتحت شنو نقول لكم شي حاجه تحفه وراه كبيره ليا راه كيلبس تبارك الله حتى الدوبل اكستاج حتى الدوبل اكستاج غادي نوريكم غير هنا هاد لا بارتي هادي كيفاش كتجي هانتوما راه ديما تنقول لكم انا راه كنلبس البنات فوق كنكون لابسه وكنلبس فوق يعني ماشي ضروري كنحيدو حنا راه ماشي دي ماركا ها قبلوا على ما وجدوا صافي هانتوما العشوائي غادي هكا وحتى في الافتتاحات غادي ندوزو مع واحد القفطان شنو نقول لكم قفطان او ميم طون بحال كتفراشه الثوب ديالو ديال لاسوا غادي نوريكم الرشيمه اللي فيه في الجنبه البنات ها هي شفتوها هادي راه شمال طروزه كامله باردون ومن الجنب الاخر كتجي فيه رشيمه في الكتيف هكا الوغ المونش ديالو انتما كيجيو هكا يا بوفون دي مونش هذا والتوب اللي حمقني هو التوب ديالو لاسوا لا كولور البنات كتعرفوا القوقي هو هذا لا كولور قوقيه يا البنات شوفوا هاد الرشيمه اللي كاينه هنا مطروزه في الكتيف شفتوها هكذا بلارجونتي ومخدومه كامله غاديه بالاستراس هي اللي كتكون تحت تبارك الله كبيبه انا غنعاود نوريكم هذا يجي بواحد الحزيم اللي كوف في لارجونتي يجي خطير شتو البنات كي كتجي وفي لاسوا دونك الثمن ديالو حتى هو غادي يبقى غير 200 درهم 200 درهم البنات هذا حتى هو واعر واللي زوين فيه لي طاي الكبار يعني كتلبسو غادي تلبس الدوبل اكس حتى الدوبل اكس لارج ولكن والحرير الحرير البنات هاد لابيس حتى هي غير 200 درهم الجميل فيها انها من الفوق البنات كتجي قطن ومن تحت البيزا يعني من تحت كاينه لا موسلين وتحت منها كاين شنو كاين لاسوا كاينه لاسوا يعني كاينين دو بياس البنات انا نوريكم حيت كنبغي بحال كاينين نتوما معنا دونك كاين هاد لا بياس وكتكون فوق منها هكذا دو بياس ولا جيب دائما جيب برينسيس بالنسبه لورو البنات المبره لا كولور داك البلوروا الزويون مخدومه بالارجونتي يعني كدير معاها مضيمه بالارجونتي 4000 ريال البنات وكيلبس حتى الدوبل اكس لارج عاوتاني غنقول لكم تبطبطي كبتشائين الكبيده البطيبطه اللي في قلب جميله اونلاين غادي نبقاو ديما في 200 درهم البنات وغادي نختمو لكم بهاد لا بيس الوغ هذا قفطان بروكار هذا الهبال هذا راه كان البنات كيدير 400 درهم شوفوا ليا دونك بروكار علاش درنا ليه 200 درهم على ود هاد البلاصه هادي مشات عليا الصبان كما كتعرفوا ها نتوما وجات ولكن والله ما كتبان هي مع هو اصلا في الضو ما تتبانش كيجي البنات بحال هكا ستيل انديان في هاد الستيل هكا فوالا كيجيب الهدب من هاد لابارتي وهنايا كيجي فيه الكاتر فيل والعقيق لي مونج ديالو كيجيو من لاموسلين وكيجي كل باطو كيلبس الاس ياك فقط والام الاس والام وهنايا عنده لا جيب من الظهر ديالها كلها بلا موسلين في البيض موديل غزال وزويون وبياسه وحده بنات دونك اللي عجبها تواصل معنا مرحبا بكم صحابه الاس والام اليوم تبرع معنا ديال تخيلوا معايا هاد لابياس هادي ديال 400 درهم اولا 500 درهم كتجي غوب هادي الهبال شوفوا البنات كتجي كل باطو كلها مخدومه خطيره وعلى قبل واحد لابياس غادي تولي لهم 300 درهم واحد تويشيه كانت دات هذا ديال باش تصبن عند صبان وبحال في المصلح ضربها في واحد لابارتي صغيره ما غاديش تبان مزيان هاي شفتوا البنات يا اما تعمريها هكا بالعقيق بالنوار غير طريف ديال هكا سديت هاد العقيق رشميها هنا وهنا وهنا ولكن راه واعر شوفوا لي الضهير كي كيش تحفه باش نقرب لكم لا هادي ما خصهاش نزقلوها انتم يا البنات روعة وعندها دوبل فاس تقدر تلبسيها هكا بالكول هكا اما كانك تقدر تلبسيها بداك الكول في هو اللي في القدام روعة كلها لا موسلين دوبل بياس من تحت قفطان تيست لبسها انا جو فيديغ اون غوب هادي شوفوا لي الموسيقى هادشي كتحمق وكتهبل وسبيسيالمون الحبوبة جميلة اونلاين عشيقة الذوق الرفيع هنا يا بنتي لا ما كايناش 500 درهم لا النادية ما كايناش 500 درهم شحال 600 لا والله حبه ديالي ما كاينه 600 لا بالعكس لا شحال قلنا ناديه 400 درهم 400 درهم بياسه حيه ما كاينش اللعب شوفوا يا البنات شوفي ليا واحد لابياس كتفتن وكتهبل وكتحمق قفطان لبسه غنقولو لبسه ماشي قفطان اختي الله يخليك ماشي قفطان شوفوا لي لبسه كتهبل وكتسطي غير 400 درهم الحبوبات جميله اونلاين حنا كاينين في كازا قيصريه المنظر العام شارع المنظر العام عندك تنسي حنا راه حنا في عيد كتلبس البنات حتى الدوبل اكس لارج هنا يا لالا مولاتي غادي ندوز مع واحد القفطان هادي نورمالمون فراشي انا درت لكم علاش كالقفطان
الجميل فيها انها كتلبسيها على جوج، يعني اللي بغاتها تلبسها على شكل خفطان دائما بدا تشوف الكريب، الكريب داك الكريب الزوين كلها بيغلاج. سمحوا لنا نبقى دايره مع الاكسسوار، ولكن نتوما راكم عارفين لا كولور غوز كتهبل وكتحمق. وشوفوا لي الخدمه كيفاش كتجي، شفت البنات هذا كله عقيق، العقيق داك العقيق الزوين كلها كلها كلها، وكتلبس كما قلنا على جوج مرات، يعني تقدر تلبسيها هكا كتجي على هذا الشكل، يعني اللي بغات تلبسها هكا قفيطه خفيف في الدار، كما انك تقدر تلبسيها على شكل ثاني هكا. انا يا اختي ها انا يا لالا فراشه ديال الدار، وبزاف غتعجبهم بحال هكا. تعجبك انا دي فراشه انا جنبي بحال هكا بلا حزام. مي كاينه البنات اللي كيبغيو يلبسوها، دابا راه جلابه ولات كتحزم، مي حنا نبقاو دائما في التراديسيونيل ديالنا اللي هي فراشه البنات. الثمن ديالها هو 300 درهم عوض 500 درهم. هانا الكبيده ديال جميله اونلاين، لاكولا خطيره، روعه روعه روعه، يعني فريمون اوفر سايز، راه ستاندر البنات كلشي يلبسها. تلبسها هذه حتى 3 اكس لارج، باش ما لبستها رقيقه راه كتبان هكا كتهبط من الكميمات كتجي لهذا الشكل، باش لبستها ما شاء الله الغزاله ديالها تبارك الله الطبيطه راه غتجي حتى هي زوينه. دونك بصحه والراحه، اللي بغى شي حاجه تواصل معنا دائما على الارقام اللي كاينه على الشاشه، الرقم ديال ناديه اولا زورونا في المحل قصريه المنظر العام دائما قفطان نايس. غادي نبقاو دائما في الاناقه وفي الشياكه، وغادي نبقاو ديما في 300 درهم. هذا البنات راه كل جيت لهنا لاحظتوا، كنحاول ندرك شويه، هو كيجي كل باطو حق فريمون كيجي، تقدروا كاين اللي كيبغي يجي، راكم عارفين هذا الموديل باش ما نبقاوش نفسر فيه بزاف. واحد القفطان تيهبل وتيسطي وتيحمق، تتلبسوا الاس والام والال فقط. درقوا عاوتاني، حنا تنرقوا من هناك وتيجي من هنا. الله يهديك كتكون باطو مبغي ما كنتش عارفه انها كريب. دونك فريمون ستيل واعر، وانا قالت لي ناديه غير زيك انا غنحاول نلبسو غنكاموفلي. خطير روعه يا البنات، تيحمق واعر، ترى كولوغ ديالو واحد لو فيغ كازون غزال. الثمن ديالو كما قلنا هو 300 درهم، ولكن راه واعر. غير نعاود ناكد لكم راه تيجي هكذا في، وحتى من الظهر ما عرفتش من الظهر ها انتم. انا دابا حنا حاولنا نكاموفليو شويه غير باش يبان لكم الظهر كيفاش تيجي، يعني فريمون ما مديش على الاحمر والخضر والصفر، داك الشيء راه عادي داك الشيء راه عادي. المهم انا بغيت نوريكم حيت كاينين البنات والله كيبقى يقولك جميله في السترين اكثر، كانكم معايا هذا اللي كتقلب على قفطان سواري، قفطان بحال زعما حنا قفطان كنعجنو به راه هو اساس ولا جاي الله يهديك. بغيت نقول لكم زعما اللي كتقلب على شي حاجه روميه، هذا قفطان رومي وشيك، والبنات اللي كيبغيو يلبسوا شي حاجه ديفيرونت، يعني تكون ماشي داك القفطان العادي ديالنا. كول باطو هذا كول باطو، عرفتي راه شوفوا هنا كاين واحد التقويصه، تقويصه هبطه طلع دروج كاين تقويصه حتى من نعاودكم شاف داكشي اللي كيعجبنا بصراحه. كاملين كتكلم عليا لا كتبغي تلبسي اللي عجبك. غير الجميل ان تسلت البنات، بلاتي نوريكم السليته ديالو، يا ربي قدر نهزو كامل ها هنا. شفتوا البنات كي تيجي راه روعه خطير. غادي نبقاو دائما في الموديلات الجميله، هنا عاوتاني غادي تلبس الاس والام والال، موديل خطير دائما في الاخضر يا خضر، هاني الخضر الملكي الغزال. هذا البنات بالكاتخفيل والعقيق شي حاجه الهبال. شوفوا لي مونش ديالو كيجيو من تول، تول اللي هو كيجي دائما مرصع. بعد هذه فكره حتى البنات هكا الا كانت عندكم شي حاجه بعض المرات كنديروا المصبانه ولا كتقبط لنا فيها شي مسمار ولا، غادي تشدي هكا العقيق هي كناديه وكتنبسيها به كيجي زويون، كيعطي حتى موديل مختلف. دونك هذا البنات غير 250 درهم، وكما قلت راه كتلبسوا حتى لاطاي ال، كيجي سور ميزور غزال قفطان هماوي، والثمن دائما ديال ناديه قفطان نايس. صحه وراحه. غادي ندوزو يا البنات مع واحد اللوحه فنيه، سالينا من الكريب غادي ندوزو للموبرا. هذا ديال بتبيطات، هذا حوته ولكن تبارك الله كيلبس ما شاء الله القايده ديالي المقدره الغزاله الفنه. كيلبس تقريبا من اكس لارج ومتي طالع حتى الدوبل حتى التريبل، حتى الدوبل حتى التريبل اكس لارج تلبسو. هانتوما البنات شي واحد ستيتات واعر، يعني غنقرب لكم باش تشوفو لا كولور ديال الكري والموبرا ديال لاسوا. يعني ملي كنقول موبرا ديال لاسوا، موبرا ديال لاسوا ماشي موبرا، راه كاين قفطان جديد من 200 درهم، هذا راه مستعمل ب 400 درهم عوض 600 درهم. انا غادي نوريكم الرشمات اللي فيه، لي مونش دائما لي مونش طوالين، السفيفه مخدومه، راه هذا الكري مخدوم بالبوردو، يعني تقدروا ديروا مع اكسسوار بوردو. شوفوا لي البنات الاخر كيفاش داير، شفتوا انا نوريكم باش تعرفوا، كيجي بحال شكل ديال اللوزه. شفتوا يا البنات انا نسالي ونجاوب، وشوفوا لي حتى الكاتخفيل، الكاتخفيل ديالو كتجي بحال الشكل ديال المطروزه، كيجي بحال الشكل ديال التاجه وها الزاوينه. الله يجزيكم العين يا ربي. وخلاص من هنا خدمه هماويه، خدمه خطيره، غنحاول نشوف واش غادي يتهز ليه البنات، لان تبارك الله قفطان ثقيل بالخدمه ديالو البنات، ثقيل بالخدمه. شوفوا لي شوفوا لي واو، ها انتم دابا اه دابا اه، شوفوا السفيفه كيفاش مخدومه، شوفوا لي العقاد وكلها غاديه، كلها دايره كما قالت ناديه، راه كتجي تبارك الله غاديه مع الجلاهي الكامل. صافي نوريكم ها انتم البنات،
شي حاجه طوب وكنعاود ناكد راه المبره البنات ديال لاسوا دونك الثمن ديالو هو 400 درهم وتلبسوا من الاكس لارج حتى التريبل اكس لارج اللي كتخلي بلا حوته وما لقاتش السايز ديالها اليوم عندنا ديال لا مستحيل يا البنات بزاف 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 راه قلت لكم انا قلبي الصغير لا يتحمل. اجي تشوفي 400 درهم شنو كاين، اجي تشوفي قفطان الجبال هاد راه شفت واحد المغربيه لابسه بحال الله العظيم. شوفوا يا البنات قفطان المبره، شوفوا لي كوتي كيفاش كيجي راه اكثر من رائع كيحمق. هذا كتلبسوا الميديوم والال، شوفوا البنات هادشي الهبال الهبال وخلاص رشيمة في الظهير حتى هي شي حاجه الخيال العلمي. لا كولور ديالو نوار فيه شي 3 بياس وحده ما كتشبه الوحده. انا نقاد لكم التهزيمه باش يبان اوكي هانتوما البنات وخلاص فيه رشيمة حتى في الظهير ديالو كاين رشمه ها هي رشمه بحال بحال جنيوحات هنا كل ما فيش كتخفيف كله رقيق وكله مدبت بالموزون داك الموزون الغالي الزويون لان حتى حاجه ما كتغلى عليكم. دونك فيه هاد لابيس هادي كما شفتوها فيه كذلك دو بياس اخرين حتى هما غيبقاو كاملين كتصاوب ديال البنات. شوفوا لي غنوريكم وحده الكويزات ديالي. شوفوا لي هاد لابيس دائما في المبره البنات ولا كولور ديما لا كولور نوار الوغ هذا لا ميم شوز دائما نفس الخدمه 3 دي كتجي هكا كتجي الوريضه 3 دي خارجه. وانتم شنو بغيتوا هذا راه كيلبس حتى دوبل اكس لارج، هذا دوبل اكس لارج تلبسوا مخيره ورشيمه دائما في الظهير وحتى في الكتيفات مخدوم بالكري وبالبرونز. ها هو شفتوا البنات راه كيجي واعر انا ندير عليا باش تشوف. وخلاص عندنا لابيس الثانيه هذه حتى هي في النوار وهذه مطروزه وفيها الجوهر بالبيض تحفه وفيها هنايا في لي مونش العقيدات وحتى لتحت فيها واحد الرشيمه ياك انت هي فاضون كتكون في الظهر هنا هي في الظهر هذه اللي فيها في الظهر هي هذه هي هذه التحتانيه هذه كلها مخدومه تجي خطيره. والثمن حتى هي 400 درهم هذا كيلبس الاس والام والال حتى الاكس لارج بحال اللي لابسه انايا داكو. النوار اللي كنت لابسه اللي قلت لكم فيه هذا الموزون 3 دي انا لبست لكم الخضر ديالي يعني فيه دو بياس الخضر والنوار وتا هو كيلبس حتى الاكس اكس لارج. انا البنات مزيان نيت قلت لكم على الجوج قلت نلبس لكم هذا الخضر ونوريكم بياسات اخرين. دونك لي مونش دائما الكتيفات في هذه الخدمه وكيجي حتى هو دائما جي برانسيس وديما كنهضروا على التوب اللي هو زوين يعني المبرة ديال لاسوا المبرة غزاله رطيبه ماشي مبرة مرايه. غادي نبقاو دائما في 400 درهم البنات وغادي نوريكم واحد لابياس ديجا لبست وحده بحالها غنوريكم هذه المره في الكري بالبوردو. يا سلام تسلموا لي يا قمر يا امورات. شوفوا ديما مبرة لاسوا ديما مبرة لاسوا ديما 400 درهم ما بقاتش 500 ولا 600 درهم. شوفوا البنات كن هنا والكتيفات لا ميم شوز وديما خدمه راه فين شفتي هذا شي لعيبه فيها بوردو هنايا ما نعاودلكش يا البنات شيت شوكه دونك هذا شيت شوكه في البوردو جوار راه فيه البوردو ديكغادي البوردو كامل. شوفوا لي الموزون شوفوا كنقول لكم تيلبس البنات حتى الاكس لارج هنا وشوفوا لي ثاني هبطت تبارك الله الرشيم. دونك اللي بغاتو عافاكم ديروا لي كابتشو البنات مع ستيل سيران دائما هذا الستيل كيموتوا عليه البنات لي جون ماما. دونك عندنا فيه بصراحه دي زارتيكل ديجا شفنا لا بيسيك الاول في البلونكاسي ديال البروكا ودابا يا البنات غادي نقدم لكم دو بياس كاينه هادي هاد الموب لان راكم عارفين الحوته كتكون من تحت عندها واحد الجلينه غادي نخلي لكم لا فوتو ديالها هنايا اولا لا فيديو هنايا. دونك هذا الموب البنات مخدوم بالكاتخفيل كما قلت لكم قبيله الكاتخفيل ماشي داك العادي اللي كيجي هكا غير قطن مبروم هذا الكاتخفيل كيجي بحال المطروز شفتوا بحال تاع صاب نفس ستايل اللي كنا ورينا في القفطان الاول هانتوما في القفطان ديال نوار قلت لكم راه مشى المصبانه هي مول المصبانه. دونك شوفوا كيفاش مخدوم مخدوم ستايل غزال يا البنات. الثمن ديالو هو غادي يبقى غير 400 درهم وفيه دو بياس فيه هاد الفيولي هذا وفيهم يا البنات الخضر الملكي ودائما زويقه في الظهر ديما زويقه في الظهر زويقه في الظهر غزال هذا الخضر الملكي وتا هو دائما السيسيران هذا راه فيه رشمه هكذا غدا كامله غنعاود نقرب لكم باش تشوفوا دائما 3 دي كلها بالعقيق وبالجوهر روعه يا البنات. شوفوا اللي تنقولوا السي سيران شوف الجلايل تيكونوا هكا المهم هذا كيبغي ديك الفورما هكا يا اختي ديالك انت هي الكبيضه. دونك حتى هو كيلبس لاطاي الاس الام اس ام تقدر تلبس حتى ال لان المبرر راكم عارفين كثيري دونك الاف والام والال والثمن ديما 400 درهم هذا حتى هو غنلبسه ونخلي لكم هنايا صحه. غادي نبقاو دائما في 400 درهم ودائما في المبرر ديال الحريره البنات وغادي ندوزو للموديل عاوتاني الا عقلتوا على هذا دائما موديل 3 دي كما وريناكم ولكن زيد واحد لاسيوس اولا هذا طرو شارجي فريمون شارجي بزاف وتبارك الله موديل روعه. شوفوا لي الخدمه هنايا كيفاش داير شويه ستيله مغايره هابط هكايا ومن لي مونش كيجيو فيه هذا الستيل هذا فريمون ستيلات متنوعه عندك ان فريمون واحد لو شوا كبير وغادي تلاحظوا الخدمه يعني نتوما تبارك الله ما شاء الله راه
راه غير من خلال شوفها كتعرفي لا بياس كيفاش دايره. شوفوا اليد هي ديالو رسمه كتستو كتهبر كتحمق التاجه غزاله وتيلبسها البنات حتى الاكس لارج. غادي ندوزو معاه اوتوماتيكمون واحد دو بياس وما غيبقاو بلو ميم بري. غادي ندوزو البنات نوار. ها هو هذا السيل حوته حتى هو تيلبس حتى حتى الاكس لارج. شوفوا الدير ديالو نفس الخدمه. ها هي البنات اللي قلنا قبيله هي هادي شفتوها. شوفوا الخدمه شوفوا التعصب كيفاش داير. شوفوا الجوهر في النوار روعه كيحمق. ها هو حوته يا البنات عرفتي تلبس يجي خطير. كاين كذلك في الكري نفس السايد ديالو هو في الكري ولكن دائما زواقات مختلفه. المهم حتى هو السيل حوته هذا صغير هذا يلبس الاس والام والال. انا شوفوا لي خدمه عاوتاني هنايا باردون هذا في المخدوم بالكري والنوار يعني هذا سميطه او الحزيم تبارك الله في النوار يجي تيحمق. انا شوفوا كيفاش غادي دي ديطاي البنات راه اهم شيء. حتى هو بحال النوار اللي كنت لبس كيجي في الجنيب ديالو العقيدات وغادي هابط كامل هكايا بهاد الجوهر اللي كيجي في الكري او في الجوهر. البنات مع التكشيطه غادي ندوز معها الكريب في التكاشط. شوفوا ليا واحد التكشيطه غزاله هذا في خاطر واحد الصديقه العزيزه وغاليه تيعجبها هاد لاكولور بينك. غادي تشوفوها تكون جميله ديالي. صحتكم البنات. ها انتوما كل هذه غاده بالجوهر. غادي نحاول نقرب لكم باش تشوفوا اكثر. شوفوا ليا داك الغوز البارد غوز بيبي عشاق الالوان. فريمون غوز طال كما تنقول داك لو غوز طال هو هذا. ولكن خدمه نقيقيه وفنه ومخدومه البنات واحد السيفه داخل. ديما تنقول لكم السيفه ديال المعلم يعني ماشي السيفه ديال هكا اللي كتكون كتبع روعه. كتلبس الاس والام والال فقط. غادي يبقى البنات الثمن ديالها هو 400 درهم. هنايا الكويدات ديال جميله اونلاين وكما قلت لكم راه لا مسلم خاطر الناس العزاز على قلب جميله اونلاين وكلها تبارك الله من السوق تيجي كتجي كلها عامره. شوفوا لي مون شي موش ترونسبارون هنايا وتهير خلاص هو كلها تبارك من القدام ومن الظهر. فوالا دونك اللي عجبتها دير كابتور دي كون سكرينو وصيفطوا ليا. بزاف الناس ما كيعرفوا كيمشيو لصندوق الوصف. صندوق الوصف كنخلي فيه الرقم ديالي اللي بغات دير اشهار اللي عندها محلات او لا هكايا. المهم سواء كانت امراه او لا راجل او لا فمرحبا بكم. وبالنسبه ديال ناديه دائما العنوان العنوان كندير لكم في اول فيديو والرقم التليفون كيكون الفوق. ها هو هنايا البنات يلا عقلوا هنا قفطنا ياس وهنا الرقم ديال ناديه تواصلوا معها وما يكون هي خبركم. صحه غادي نبقاو دائما في التكريشطات وغادي ندوزو يا البنات لواحد اللون راقي زوين كلاس وتكشيطه غزاله. هذا هو الادول البرينسيپ دونك طون سور طون. داك البرونز داك الترابي الزوين الكريمه كما تيقولوا الناس الشمال خليكم ليلي. شوفوا البنات هذه بالكاتر فيل وبالجوهر الثمن ديالها 500 درهم عوض 600 درهم. هذه ناقصه 100 درهم دابا قسما بالله كان 600 درهم والناس 500 ولكن راه كتحمق. كتلبس الاس الام والال وتقدر تلبس الاكس لارج. المهم نتوما غادي تواصلوا مع ناديه. هذه البنات فيها الجوهر من هنايا فيها البلاصه كلها مشبكه بحال الشكل ديال ليمون كيما وريتكم دابا في المونش. شوفوا غزاله 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 وبياسه وحده يا البنات. المهم استغلوا الفتيحه هكا في الجنيبات وهابطه بسليته كتجي هابطه بسليته. ها انتم السليته ديالها كتجي هابطه كامله بنفس السليته. دونك تكشيطه روعه والثمن على خد جيبك اللي كتقلب بلا ما تخيطي بلا ما تفصلي. هنا كلشي واجد وعندك اختيارات عندك ان لارج شوا اختاري اللي بغيتي وصيفطي ناديه في الرقم ديالها. مرحبا بك عاشقه الاناقه عنوان واحد دائما قصريات المنظر العام عين الشوق قفطان نايس دائما في المستعمله البنات. تكشيطه ديال 1200 درهم اليوم بثمن ولا في الخيال ولا في الاحلام. ناقص عليك 500 درهم غادي تبقى ب 700 درهم. هذه دابا خصكم تعيطوا دابا 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 وحنا باقيين في المحل خاصك تبدا تاخذها. تكشيطه الهبال خرج فيه واحد الفيغ كيحمق. هذا ماشي القوقي البنات خرج فيه ولكن زيد عليه واحد شويه الخديده تيتسطي التحتاني غتلبسيه غير بوحدو تكون هكا معروضه التحتاني كله مخدوم كريب في الكريب. الكريب في الكريب ولكن راه باسي 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 التحتاني كريب وفوقها الكريب. شوف جميله لابسه ايه تتسطي تتهبل واعره واعره. واخا ما مزيرتهاش مزيان مي اون بياسه نو باغاتي 700 درهم يا البنات. هذه ما كتحتاجش انا نغنيو عليها ويا البنات. شوفوا لي لا فينيسيون روعه. انا كتعرفوني ملي كناكد لكم على شي حاجه انا حمقاتني بصراحه غير مازال عرس بنتي باقي معطل شويه. وكنعاود ناكد لكم على البنات القفطان غادي ما شاء الله تبارك الله بواحد السليته غزاله كامل حتى الافتتاحات ديالو مخدومين يعني غادي القفطان كامل هكذا شفتوا كلهم كلهم كريب في الكريب. ما كايناش 1500 ما كايناش وديال مخدومه على اليد
انا كنعاود لكم كنقول لكم شي حاجه مخدومه على اليد راه مخدومه على اليد، واللي بغات الكرار راه كاين غادي نخليه لكم دائما في اخر الحلقه. يلا اش كتسني هزي التليفون وصوني، يلا البنات راه غير بياسه وحده ساري عندنا. بالنسبه للطيره كتلبس حتى الاكس اكس ال، انا هي كنقيس كنعرف حتى الاكس لارج من الميديوم وانت تلبسي بصحه وراحه. نخرج فيا البنات يلا نديرو شي طاجين. لا 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 هذه عاوتاني شكلي ثاني يا البنات، والاجمل انها كتلبس 3 اكس لارج طبطبطي كما تشائين. ها انتم يا البنات واعره عرفتي داك الكري. ونقول لكم بعدا ديجا راه المبرد لاصوا ودوبل بياس تكشيطه يا البنات، ما كايناش 800 درهم بلا ما تخلعي. لا لا ما كايناش 700 والله ما، لا لا ما كايناش 700 درهم. بلاتي نوريك البنات بلاتي نوريك. شوفوا لي شوفوا لي عوينه في قلب عوينه، الله ينجيكم ويحفظكم من العين. انا يا لالا دائما نفس الصايل اللي كنا قدمنا فيها القفطان وقدمنا فيها التكشيطه نوار بالذهبي بالدوغي بالضخم بالضبي شاني الشواب بالخبز زياده ماشي بالضبي. كيتسنى انا واحد الساندويتش صافي لي ما نضرب الطر الحراره انا وياك. غير ما تكشي البنات غزاله وكتلبسها بالطبيطه اللي هي 3 اكس لارج الكري في الكريطا كتحمق، ولا في الغن في النوار النوار يا البنات تحتاني نوار كيبان بحال الكريطا خطيره وكلها مخدومه ما شاء الله. عوينه في عوينه في عوينه في عوينه، الله يحفظكم ويجيكم يا ربي. الوغ كيما قلت لكم راه كتلبس 3 اكس لارج انا يا البنات تتحمق. والثمن اليوم كيما قلت لكم في الاول ما كاينه لا 800 ولا 700 ولا كاينه غير 600 درهم البنات، 600 درهم لابسها بوحدك كتحمق كتحمق وكتهضر غير بوحدها. دونك اللي ما تلقاش لي بيس ديالها عندنا ديال غتلقاي كلشي من سمول حتى 3 اكس لارج وتقدر تلبسها حتى اكثر. هنايا البنات شوفوا لي لاسوا شوفوا لي المبره البنات 600 درهم اللي ما لقاش تكشيطه واجده 3 اكس لارج خليوا البنات والله الا كنهضر معكم من قلبي خليوا النمره ديالكم ديالنا دي عندكم راه دائما تتجيب غير لي بيس زوينين. دونك هذه ديري معها النوار ديري معها الدوغي ديري معها لارجونتي لان الكري مع النوار راه بازيك يعني الالوان كوميرسيال اللي كيمشيو مع كلشي. ايوا هادشي اللي كاين. يلا نبدل البنات باش نختم معكم الحلقه ونرجع معكم. غادي نختم الحلقه يا البنات بعد التكشيطه الغزاله الفنيه. الوغ هادي تكشيطه دو بيس لو ديالها كيجي لو كول ديالو اوفيسي دائما في المبره ديال لاسوا. هذه البنات كنا ديجا بعت بنا وحده فيها في الفيديو اللي فات الثمن ديالها 500 درهم غتبقى بحال اختها غير هذه كانت مسوده هذه محلوله واخا زيده فيها الخدمه العقيق ماشي مشكل حتى حاجه ما غاليه عليكم البنات. فنات الفنات ديال جميله اونلاين. دونك شوفوا ليا البيسه كتجي كامله مخدومه هذه راه الطرز البنات ماشي الكاتخفيل ها هي شفتوها كيفاش كتجي غزاله غزاله بزاف. لا كولور ديالها البلوغو كتلبس الاس والام فقط ما تلبسهاش الاكس لارج وحتى ال لا لان من الفوقاني راه كيجي عريض ولكن حتى لي راه كيلبس الاس والام اللي كيجي اكيد صونج. هذه الكره ديال التكاشه تبارك الله التكاشه تقفاطان اللي بغيتو وراه درنا لكم اليوم بصراحه الشرا بثمن الكره. فبغيناكم كلكم تجيو مرحبا بكم عندنا ديال اللي كدير اثمنه زوينه زوينه بزاف. شوفوا لي هاد الغوش غزاله هاد الفيشي هادي مكومونديها اختي من السعوديه. قالت لها شوفي نهار ديري عافاك انا ديال اختي تبغي تبيعيها هذه ديال لطيف اختي السعوديه. تحيه لاختي ولكاع خواتاتي وبنياتي وبنياتي بنياتي. دونك كما قلنا القفاطان تكاشط واكيد هادشي اللي صورنا لكم اليوم حتى هو كامل كيتسناكم. غادي نوريكم دابا البركه البنات ديال الحنه مع واحد التكشيطه كتحمق العريسات النفيسات المهم هكا البنات اللي عندهم ديزيفيرمون زوينين ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي والرزق. لا لا سير لا لا بصح هذه راه كنت باغا ندير فيديو تفكرت لطيفه خصك اختي مو ولا حسين اللي قلت لها فك اختي نهار غنبغي نبيعها نحلها ان شاء الله اللي يخطيك. الوغ غادي ندوزو للبركه ديال الحنه البركه ديال الحنه. قبل ما ندوزو البنات البركه ديال الحنه غادي نوريكم بلاتي نعطوها حيت اختي داك الساكي كسرت ماما حيد يدها. قبل ما ندوزو البنات البركه ديال الحنه غنوريكم واحد التكشيطه ديال العريسات تتحمق ما شاء الله. قالت لنا ديال اللي شافتها تتوقف ما يمكنش ما تكرياش. دونك هذه تتخرج بوحدها بالنسبه للعروسه راه مع لي زاكسسوار ديالها كاملين كاين التاج كاين يعني من الخاتم حتى تبارك الله صناد السيكاندي ولا كاينين تيجان كاينين لي زونسومبل هكا ديال الكوليات العنق والحلقات. شوف تتحمق غزاله ما شاء الله روعه بصراحه خدمتها زوينه فوالا. هذه البنات كتخرج كما قلنا بوحدها ولا كتخرج مع البركه ديال الحنه اللي هي كيكون فيها ثمن زوين وزوين بزاف. فمرحبا بكم عند قفطان نياس ما تنساوش دائما القفطان ديال 200 درهم اللي درنا في اول حلقه
وبصحه وراحه. واش نقول لك انا دي اختي؟ الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. شكرا لكاع الناس اللي كيجيو يزوروا ناديه، تيجيو من بعيد، شكرا للجمالات بزاف كيجيو من بعيد وكيجيو كلهم كيبقاو الناس اللي ما خداوش مره اخرى ان شاء الله. الله يبارك فيك، وتحيه لكاع الناس اللي كيجيو ما كيلقاوش داكشي اللي بغاو، راه ما شاء الله تبارك الله كيبقاو فيا كيجيو معذبين والله. الله يخطيكم، وشكرا لكاع الناس اللي كيبيعوا البنات تبارك الله، دايرين دي بتي بروجي هكا كي ان شاء الله، من لي بتي بروجي لي غون 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 بروجي ان شاء الله اللي دايرين الكرا، وحتى اللي مازال ما بداتش هذه هي البدايه. تاخذي هكا حاجه مستعمل دائما وعاودي فيهم الكرا ولا بيعي. المهم الانسان شوفوا البنات نخدموا يدينا، ما بقاوش جالسين قافلين التليفونات هكا، نخدموا يدينا شويه ويدخل واحد الرزيق والله سبحانه وتعالى كيبارك فيه. وهي غاده، فهذو هما العيالات، هذو هما المغربيات، كوراج وبداي من اليوم ان شاء الله دائما مع ناديه. هكا غادي نكون سالنا حلقه اليوم. شكرا مره ثانيه ناديه، شكرا لكم نتوما اللي كتفرجوا فينا دائما. لايك والبارطاج فضلا وليس امرا، ونختم دائما بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش دائما ميم اور ميم اندروسيغ ماشي كنحماق عليكم. السلام عليكم، باي باي.